شباب، ازيكم؟ الاخبار دلوقتي هنبدا في ليكتشر نمبر 5. بتتكلم على البوليوشن كنترول، ازاي نعمل كنترول لعمليات التلوث اللي موجوده عندنا. تكمل على الكلام ده، كنا بنتكلم على حاجه اسمها اير بوليتنس، اللي هو التلوث الهواء او الشوائب اللي موجوده في الهواء. والحقيقه احنا الجزء دوت كنا اتكلمنا فيه على مجموعه من الاجهزه ممكن تستخدم في الكنترول، زي السكرابر وزي السايكلون، وخدنا الديزاين بتاع كل واحد منهم وهكذا، وخدنا مجموعه من الفلاتر ازاي نشتغل عليها وكلام من ده. نكمل تكمله على الكلام ده، نكمل برضو الجزء دوت النهارده. الليكتشر دي مينلي على الباك فلتر. والحقيقه الباك فلتر ده مستخدم في عديد من الابلكيشنز، طبعا في منه اللي هو سيلف كليننج وفي منه لا. الحاجات السيلف كليننج يعني اللي هي بتنظف نفسها بنفسها، او بيبقى فيه وسيله للتنظيف داخل ايه، داخل الفلتر. يعني الطريقه ديت اللي قدامنا او الجزء اللي نتكلم عنه النهارده هو بيتكلم عن الباك فلترز. في فلاتر تانية مستخدمه ما بتتنضفش زي ما قلنا، في انواع بيبقى سيلف كليننج وفي انواع لا. الانواع السيلف كليننج بتتنضف اوتوماتيك عن طريق ان انا بهزها ولا حاجه فطلع منها التراب، او ان انا بعمل ريفرس اير. الطريقه اللي ما فيش فيها نظافه خالص بتبقى الفلتر خلاص بيتغير، بيتسد تماما، فبيتم تغيير ايه، تغيير الفلتر، او بيتاخد بره يتغسل ويرجع مره ايه، مره تانية. ده زي اللي موجود مثلا في الاير هاندلنج يونت. هتلاقي الاير هاندلنج يونت هتلاقي موجود فيها الفلاتر باك فلترز دي، بنسيبها لحد ما تسد تماما، وبعد كده بيتم تغيير الفلتر كل فتره زمنيه، كل 3 شهور 6 شهور على حسب الاستهلاك بتاع الايه، بتاع الفلاتر. طبعا كان في كونسيرنز او في بعض الـ الحاجات اللي احنا بنشوفها واحنا بنشتغل على الاير بوليتنس، زي مين؟ زي البارتكل ماترز اللي هو البي ام. البارتكلز اوف ماترز او بارتكليت ماتر دوت عباره عن السايزنج بتاع البارتكلز يعني. وده الحقيقه بيختلف من سايز لسايز، في حاجات بتوصل ل 250 مايكرون وفي حاجات بتبقى 10 مايكرون واقل. الحاجات ال 10 مايكرون واقل واكبر من 10 مايكرون احنا بنصنفها دايما كده حاجات هيفي وحاجات لو. فدي من هنا اختيارك للنوع الكنترول او طريقه ازاله الشوائب بيعتمد على نوع الايه، السايزنج بتاع البارتيكليت ماتر ده. فانت مثلا هل في ساند موجود عندك؟ هل في داست موجود عندك؟ طب الداست ده حجمه قد ايه؟ طب الساند ده حجمه قد ايه؟ طب الهواء اللي موجود عند الحاجه السسبندد سوليدز العالقه بالهواء ديت قطرها قد ايه؟ لو في غازات، الغازات دي قطرها قد ايه؟ وهكذا. طبعا اختيارك كمان للنوع الاير كنترول او الجهاز الديفايس اللي هيعمل بيه كنترول بيعتمد اذا كان الماده اللي انت بتشيلها ديت او بتستخلص منها الشوائب دي، الغاز يعني موجود عندك ده، هل هو توكسيك ولا هيفي توكسيك ولا لايت توكسيك ولا اصلا مش توكسيك، يعني هو سام ولا لا. وبناء عليه لازم تاخد احتياطاتك. يعني مثلا لو في حاجه فيها مثلا كادميوم، حاجه فيها كروميوم، حاجه اسمها فيها كوبر، في انتوموني، في حاجه ميركوري، في حاجه من الحاجات اللي هي فيها تلوث قوي او فيها مواد سامه، يبقى اختيارك للاير كنترول هيبقى حاجه ايه، مهمه جدا. طيب احنا لما كنا قسمنا البوليوشن بريفنشن ابروتشز اللي هي خاصه بالهواء، زي نعمل الهواء، كنا الفكره كلها ان احنا نعمل عمليه ريديوسنج للايه، للداست والسسبندد سوليدز والبارتيكليت ماتر اللي موجوده في الهواء. فكان الكلام ده بيتم ازاي؟ بيتم مجموعه من الايه، من السيستمز، زي مثلا السكرابر، زي الفلاتر، زي الالكتروستاتيك فلتر، زي ال عندنا قلنا سكرابر وعندنا الايه، الفلاتر. ف كل نوع من الانواع ديت بيختلف باختلاف استخدامه طبقا على نوع الصناعه اللي عندك. يعني انت عندك الصناعه شكلها عامل ازاي، ففي صناعات مثلا فيها هازرز ماتيريال، هنا التعامل معاها هيبقى عامل ازاي. في حاجات بيبقى توكسيك زي ما قلنا، نتعامل معاها ازاي. في حاجات فيها درجات حراره عاليه جدا، يعني الهواء خارج مثلا سخن مثلا، او غازات خارجه سخنه، هتعامل معاها ازاي، ما ينفعش تحط لها مثلا باك فلتر مثلا. في حاجات فيها هواء كولد بارد، فهتعامل معاها ازاي. فاذا التغير في البروبرتيز بتاعت الفلويد المستخدم او الحاجه المستخدمه وطبيعه المصنع اللي عندك عامه، يعني بشكل عام، هل هو هواء، هل هو هواء محمل برطوبه، هل هو ميه، هل هي ميه محمله برطوبه، يعني الحاجه نفسها، طبيعه الحاجه نفسها بتاثر بشكل كبير جدا في اختيارك للايه، نوع الكنترول اللي انت هتستخدمه. فالحقيقه لو احنا كنا بسرعه كده اتكلمنا عن البوليوشن كنترول سيستم، فاحنا عندنا في حاجات فيها داست وفي حاجات فيها غازات. الغازات بنستخدم فيها السكرابرز على طول. اما الحاجات اللي بيبقى فيها داست بيبقى فيها عندك ايه، ديبندنج على السايزنج بتاع الداست. لو انت الداست بارتكلز اوف سايز بي ام مور ذان 250 مايكرونز او اقل من 250 لحد بي ام 10،
لو انت من في الرينج دوت يبقى انت بتتكلم حاجه اسمها الداست كوليكتورز والباك فلتر، نستخدم باك فلتر او يستخدم الكترو ستاتيك ايه بريسبريتور، او تستخدم مثلا الايه الحاجه اسمها الداست كوليكتور كاسيت فلتر. طب لو انت بتتكلم على حاجات اعلى يبقى اتكلم على السايكون. السايكون زي اللي احنا قلناها قبل كده بتعمل دوامات، الدوامات دي بتخلص لك الايه الداست اللي وزنه تقيل القطر بتاعه كبير، فاستخدم ساعتها استخدم. لكن انت لو هتستخدم فلاتر بقى يبقى انت بتتكلم على حاجات سايزنج اقل من 200 و 250. غير بقى كده الغازات والشوائب اللي طايره في الغازات والكلام من ده، لا يبقى عندك سكرابر، وده اكتر شيوعا واكتر استخداما في الحاله دي. طيب من ضمن الحاجات بقى اللي احنا هنتكلم عنها النهارده، بما ان احنا نقلنا على النقطه الثانيه اللي هي الحاجات المايكروز بتاعتها اقل من 250، ففي عندنا حاجه اسمها باك فلتر. ايه الباك فلتر ده؟ من اسمه كده هو عباره عن شنطه، يعني فلتر شنطه. الفانكشن بتاعته ايه؟ وظيفته ان هو طبعا هو الافشنسي بتاعته عاليه جدا، دي من ضمن مميزاته. الكوست بتاعه قليل وده يعتبر افكتيف بالنسبه لي، افيلبل على طول ومفيش مشكله فيه. الافشنسي بتاعته توصل ل 99% للايه للفيري فاين بارتكل. فبالتالي هو لو انت عندك حاجات صغيره جدا، وده اللي بنستخدمه احنا في مثلا في اجهزه الاتش يو اللي هي الاير هاندلنج يونتس، تلاقي عندك اول حاجه بعد ما يعدي الفلتر يخش على الاير هاند لازم يعدي على الباك فلتر ده عشان اشيل الشوائب والكلام من ده، يبقى نقيت الهواء قبل ما ادخله برده على السبلاي وادخله على المكان اللي انا عايز اعمل له اير كونديشن. وبالتالي الحته دي مهمه جدا ان احنا نقدر نحصل على كفاءه عاليه جدا. طيب كمان اي حاجه فيها اكزوست وكلام من ده انت ممكن تصل ان انت توصل لحد 10 ايه 10 بي بي مايكرونز في البارتكليت ماتر، وبالتالي اتس فيري فيري جود ان انت تشيل الحاجات الايه الصغيره جدا. طبعا ال 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 اي حاجه في الدنيا ليها ميزه وعيب. يعني طبعا ايه الباك فلتر طبعا هو ميزته ان هو يعني ما ينفعش مثلا حاجه سخنه شويه مثلا او الهواء بتاعك سخن شويه هو يخش على الباك فلتر دي، لان ممكن يتحرق لانه معمول من حاجات زي الملابس وكلام من ده، اقمشه وكلام من ده، واحيانا بيبقى فيه بوليستر، وبالتالي هو حاجه قابله لايه قابله للاشتعال. فدي من ضمن الحاجات برضو العيوب اللي موجوده عندنا في الباج فلتر. طب ازاي بيشتغل الباج فلتر ده؟ عباره عن ايه؟ عباره عن باجز كده، باجز كده اللي هي واخده حرف يو ده، خلاص كده. الباجز دي هي الكلام عباره عن ايه، بيخش لها الداست اير من هنا، يبدا يخش ويتسحب ويطلع من ايه من هنا، وهو بيعدي على السطح ده. السطح ده ده سطح الفلتر نفسه، عباره عن حاجات فابريك. فابريك يعني حاجات معموله من ايه من اقمشه ومصنعه فيها قماش، وبنسميه احنا ايه اللي هو البوليسترز والحاجات المواد المختلفه اللي ايه المستخدم في صناعه القماش دي. كل طبعا ما انت بتعدي منه الفلاتر الهواء يعدي من هنا، الداست طبعا بيقع تحت وتبدا تعمل له كولكشن هنا وتجمعه هنا، وبعدين الهواء النظيف المفروض ان هو بيعدي لحد طبعا وقت معين بيبدا يحصل ايه ده، ان الفورسنج البامبنج فورس بتاعت الهواء اللي انت محتاجها هنا محتاج بامبنج فورس عاليه شويه. فده ايه ده سببه طبعا ان انت عندك هنا سدد حصل على الايه على الباجز هنا. ليه السدد ده حصل؟ لان تراكم التراب على الاسطح يبدا يعمل سدد، فتلاقي ان انت عشان تزق الايه الهواء ويبدا يعدي من خلال الايه الفتحات ديت بتاخد بامبنج فورس اعلى شويه، وبالتالي على طول يبقى انت عندك الايه الفلتر ده السد، فلازم تشوف لك حل ازاي هتشيل الايه السدد اللي موجود عندك ده. هل يا ترى هنغير الفلتر ونحطه تاني ولا لا؟ اتس ديبند على نوع الفلتر. ففي فلاتر عندنا بتبقى سيلف كليننج فتنضف نفسها بنفسها فتوقع التراب اللي عليها ده، او احنا بنشيل ونحط مره ايه مره تانيه، فده موجود وده موجود. طيب الباجز عاده بتتشغل بتتعمل منين؟ بتعمل من ووفن اور فليت كوتون او ساينثيتك، حاجات ساينثيتك او جلاس فايبر ماتيريالز. دي ليه اللي بتعمل ايه؟ بتعمل منها الايه التيوبس بتاعتها، يعني هي بتبقى طبعا هي ازاز سوري مش ازاز، عباره عن تيوب واخده شكل باج كده، او ده اللي هو الايه شكل الفلتر نفسه. طبعا هي هاي افيشنت طبعا كده، بت 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 بتكولكت الداست كله وبيقع عندك هنا. احيانا بنستخدم بعض الاحيان بنستخدم الكتروستاتيك فورس. الكتروستاتيك فورس ديت عشان تجذب الايه البارتكلز بتاعتك من الايه من على سطح الباج، وبالتالي تنظف الباج دايركت على طول. في بعض الطرق تانية ان انا اهز الباجز دي، يعني اجيب شكر كده او هزاز، الهزاز دوت يبدا يزق الايه الفلترز اللي ديت من يمين وشمال كده، فيبدا اي تراب موجود عندك ايه يقع على طول، وبالتالي تخلي العمر الافتراضي بتاع الباج ده يقعد ايه فتره طويله من غير ما ايه من غير ما يتسد. ودي تعتبر حاجه من الحاجات اللي هي مستخدمه. عشان كده لما بييجوا يعملوا الفلاتر دي بيعملوها ايه؟ بيعملوها زي ما انت شايف كده، بتبقى عباره عن شاسيه حديد، بتبقى شاسيه حديد كده
وعليه الباك فلتر نفسه او الفلتر نفسه او الكيس نفسه. احنا بنسميه لبس الكيس مثلا في الايه، في الشاسيه الحديد ده. ليه؟ عشان اي ماتيريال ولا حاجه تخرج منين، تخرج عليه. فالفلويد بيجي من بره كده ويعدي من النص ويطلع منين، ويطلع من المنطقه اللي في الايه، اللي في النص، اللي هي متوصله بالاوتلت او الايه، او المخرج بتاع الايه، بتاع الهواء. بما ان انت شغال على حاجات زي كده، طبعا هي في الاخر بتبقى حاجات يعني عامل زي الشبكه يعني، في الاخر عشان تقدر تسمح بالهواء ان هو يمر، فانت بتحط عليها بس الايه، الفلتر بتاعك او الباك بتاعتك فوق الايه، فوق الكلام ده. انواعه ايه بقى؟ في منه انواع، في منه زي ما اتفقنا هو سيلف كليننج، منه سيلف كليننج، في منه ايه، في منه حاجه اسمها ميكانيكال شاكر. ميكانيكال شاكر ده عباره عن ايه؟ عباره عن هزاز. الهزاز دوت او الباجز بتاعتك من فوق بتبقى متوصله بحاجه عامله زي بيسموها ايه، زي حاجه بتاخد حركه تبضيضيه، راحه جايه راحه جايه، خلاص كده، بحيث ان هو يفضل رايح جاي في زي ما انت شايف كده فوق، ومن تحت هي فاكسد. فاي سسبندد سوليدز بقى موجوده عندك على البيم بتاعت الفلتر ديت، تروح جايه واقعه ومتجمعه تحت، ما يحصل لها كوليكشن تحت فين، في الايه، المنزل بتاع مين، بتاع الجسم، الفلتر نفسه، وتبدا تجمعها وتاخدها عشان تبدا ترميها ايه، ترميها بره ايه، بره. فلازم يكون، لازم انت من الاخر تولد فايبريشن في الحته دي. طب الفايبريشن دي بتولدها ازاي؟ بتولدها عن طريق موتور دريفن، يعني في عندك موتور، الموتور دوت بيبقى ليه عمود، والعمود ده ممكن توصل على كامل، الكامل دي كل ما تطلع تزق الايه، تزق الايه، الباكس ديت تجيبها يمين وشمال. فمثلا دي من ضمن الطرق المستخدمه في عمليه الايه، في عمليه التنظيف الذاتي بتاعه الايه، الفلاتر دي. بنسمي القصه دي بنسميها ايه، بنقول عليها ميكانيكال شاكر. طيب الرينج والسايزنج والحاجات دي كلها بتاعتها، ده طبعا بايه، بتختلف باختلاف الايه، باختلاف الكونتينر نفسه او الحاجه اللي انت هتعمل فيها. فانت السايزنج بتاع القطر والطول والكلام من ده بيختلف باختلاف السايزنج بتاع الايه، الفلتر نفسه، اللي هو بيعتمد اساسا على مين، بيعتمد على كميات الفلوريت اللي انت اوريدي اصلا عايز ايه داخله لك هنا. فكميه الفلوريت اللي بتاعت الهواء اللي داخله هنا هي اللي بتعتمد، هي اللي بتحدد في الاخر السايزنج بتاع كل الايه، كل الباجز فلتر اللي موجوده ايه، اللي موجوده عندك هنا. اهم حاجه ان البريشر بتاعك، اهم حاجه البريشر بتاعك هنا ما يعديش قيمه معينه، لان بعد كده زي ما قلت لك الضغط لو عدى قيمه معينه بيبدا يحصل حاجه اسمها سدد، والسدد دوت يؤدي لان انت بتستهلك بامبنج فورس عاليه، وممكن تلاقي ان كميه الهواء اللي بيحصل لها عمليه تنقيه بتقل. اهم فاكتور في اختيارك للداست كوليكتور او الباج فلتر دوت، اهم حاجه احنا قلنا عليها قبل كده لما كنا بنحسب السيتلينج فيلوسيتي، حاجه اسمها الاير تو كلوز ريشيو، خلاص كده. دي فور شاكر باجز هاوس از ريليتيفلي لو، بتبقى دايما طبعا قيمتها هنا بتبقى ايه، بتبقى قليله الى حد ما، طالما ان انت عندك ايه، شاكر بيتحرك يمين وايه، يمين وشمال. طب انضف البتاع ده ازاي؟ انضفه ازاي؟ لازم بقى بتعمل ايه؟ بتعمل ريفرس اير. ريفرس اير يعني ايه؟ يعني بجيب هواء بدخله بقى من ايه؟ جوه العلبه من جوه، خلاص كده، او الباج من جوه، يخش من جوه يطلع من هنا، وهو طالع بيطرد اي تراب موجود عليه اللي ايه، ينزله ايه؟ ينزله طبعا. على فكره يا جماعه دي فكره عمل التنظيف بتاع كل حاجه، يعني مثلا الكوندنسر بتاع التكييف هتلاقيه برضه ايه، الراجل لما يجي ينضفه مثلا يروح جاي ضارب الهواء في اتجاه عكس اتجاه المروحه. يعني لو المروحه بتطلع الهواء، تزق الهواء مثلا من اليمين للشمال، انت تدفع الهواء من ايه، من الشمال لليمين. ليه بتدفع الهواء من الشمال لليمين؟ عشان لو في اي تراب ولا في حاجه لازقه جوه ترجع في نفس الطريق بتاعها، بحيث ان هي ايه، ينضف كل الايه، التراب اللي موجود. فدي بنسميها بنعمل عمليه الريفرس اير. الريفرس اير دوت هي عمليه عكس حاجه اسمها بتعمل ريفرس دايركشن، يعني بتعكس بس اتجاه الايه، اتجاه الهواء بس، مع شويه بريشر عالي شويه كده، يعني هواء مضغوط بتزق بيه. فالبريشر العالي دوت يعمل ايه، يخلي الداست العالق في الباك دوت كل ده ينزل ويقع، ومفيش اي مشكله خالص. زي ما قلنا فكره العمل بتاعتها بيقول ايه، the flow of the dirty gas helps maintaining the shape of the bag however to prevent total collapse. في نقطه مهمه جدا، ان انت ممكن تزق دوت فممكن يحصل كولابس. كولابس يعني تبقى عامل زي كانك مسكت عربيه كان كده وضغطت عليها، فده اسمه كولابس. فده لازم يكون ايه، لازم يكون عندك ايه، عندك سبورتات للكلام ده. ف to prevent the total collapse and fabric shaving during the cleaning cycles. عشان كده بنعمل ايه، بنحط ايه، بنحط ريجيد رينجز. يعني تلاقي دايما في ريجيد رينجز كده اللي انا وريتها لك في التصميم بتاعه او الشكل بتاعه اللي هي المخرمه ديت، بحيث ان انت دايما تبقى انت ضامن ان الهيكل الاساسي بتاع الباج او الفلتر يكون سليم، بحيث ان انت دخلت هواء يمين دخلت هواء شمال ما يحصلش اي ايه، اي مشكله، وما يحصلش اي كولابس او تغير في الشكل بتاع الايه، الفلتر.
احيانا بدل ما بيستخدم بقى ال 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 الفلتر دوت عن طريق الشكر ده اللي بيتحرك يمين وشمال، احنا قلنا طب في طريقه تانية للتنظيف ان انا استخدم ايه؟ استخدم ريفرس اير، يعني انا يا دي طريقه او دي طريقه، فان انا اجيب هواء واعكسه في الاتجاه التاني. في طريقه ثالثه ان انا اجيب بس ريفرس اير برضو بس بلسيشن، يعني في جيت، يعني ادخل الهواء في صوره جيتس كده، كل فتره كده راح ادخل الجيت من الهواء، راح جاي رامي ايه؟ رامي الهواء اللي اتكون ايه على السطح. فهنا بدخل بقى ايه، بدخل بعكس لو انت بتتكلم الهواء بتاعك داخل كده وماشي في الاتجاه ده، لا انا بعكس اتجاه الهواء، بعكس اتجاه الهواء ادخله هنا بس في صوره بالس، بالس بقوه عاليه جدا. البالس دي بتبقى شورت جدا، اكتف جدا، بضغط عالي جدا، ممكن توصل البالس ديت في زمن، الزمن بتاعها تقريبا حوالي 1/10 سكند، يعني بتتكلم في 1 ملي سكند. فبيقول لك it acts as a rapidly moving air bubbles، خلاص كده، و traveling through the inner lens of the bag and causing the bag surface to ايه to flex. خلاص كده انت ظبطت الايه السطح بتاع الباج، وبالتالي شلت كل الرواسب اللي موجوده او العالقه على ايه على السطح. يبقى اذا ملخص الكلام ده لحد دلوقتي، احنا عندنا 3 طرق لايه للميكان لعمليه التنظيف او كليننج بتاعت الباج فلتر، في الميكانيكال، في الريفرس اير، في الريفرس بالس ايه بالس، فده موجود وده ايه ده موجود. احيانا بقى بيبقى في الدست بتاعك دوت او الحاجات دي لما تكون لازقه على السطح او الشطح الفلتر بشكل كبير جدا، ساعات يفضل طبعا في الحاله دي بنعمل ريفرس جيت دست كوليكتور، وده عاده بيستخدم ايه، بيستخدم فيه كونتينوس كليننج ريفرس اير، يعني بيستخدم فيه كونتينوس كليننج فيتشرز ريفرس جيت دست كوليكتورز. دي ليه؟ عشان خاطر اضمن تماما ان انا على طول دايما في عندي عمليه تنظيف بشكل ايه، بشكل مستمر وقوي. ده لما يكون البارتكلز موجوده عندنا او كحجم البوليتنس اللي موجوده عندي على الهواء سترونج، خلاص قويه جدا على ايه، على الفلتر. في نوع تاني من انواع الفلاتر دي مستخدمه في العربيات، مستخدمه في فلاتر الهيدروليك سيستمز، النيوماتيك سيستمز، الحاجات دي كلها بتبقى كارتريدج. كارتريدج حاجه ايه، حاجه زي ايه، زي حاجه جاهزه للاستعمال. الكارتج هي الحاجه اللي ايه اللي مرسومه قدامك دي، زي بالظبط فلتر بتاع العربيه. فلتر العربيه ده حاجه اسمها كارتريدج برضو، كارتريدج كوليكتورز. ده بينظف ايه، بينظف الفلاتر اللي داخله على العربيه. يبقى انت قبل ما تدخل على الانجن المفروض ان انت تعمل عمليه ايه، عمليه تنظيف تام للايه، للهواء قبل ما يخش على الانجن. فمين يعمل الكلام ده؟ فلتر. فبيعدي الهواء على الفلتر، يشيل كل التراب اللي موجود جواه، وبعدين ايه، وبعدين يبدا ايه، يبدا الهواء يخش جوه الايه، جوه الانجن، يكون سليم ما فيهوش مشكله. الفلاتر ديت عادة بتبقى ريدي ميد، يعني ريدي هي فاكتوري اسمبلي وليها سايزنج معين، فانت هنا محكوم بالسايزنج اللي موجود عندك. يعني انت ما ينفعش تجي تعمل حاجه، تفصل حاجه على مزاجك زي اللي فاتت، لا انا لازم هنا ايه، لازم انا اجيب حاجه اوريدي هي جاهزه وما فيهاش مشكله. فالهواء برضو بيخش من هنا ويطلع منين، يطلع برضو منين، من المنتصف بتاع الايه ال. طيب في نوع تاني بقى خالص اللي هو حاجه اسمها الالكتروستاتيك بريسيبيتور دوت، ده عباره ايه، بريسيبيتور اللي هو عباره عن وسيله لازاله التراب والدست والحاجات العالقه عن طريق الايه، عن طريق الالكتروستاتيك فورس. الالكتروستاتيك فورس دي جايه منين؟ جايه من الايه، ان انت عارف انت لما بتعمل حته مسطره ولا حاجه وتعملها في تحكها في الصوف كده شويه، فبيتكون فيها، لو جيت مسكت بيها ورقه تطلع، لو مسكت فيها شويه شوائب ولا حاجه ممكن تطلع معاك في المسطره دي. فانا كل اللي بعمله ان انا بجيب هاي فولتج دايركت كارنت ديسشارج الكتروستاتكس، وده بستخدمها ايه، بتتحط ما بين الجراوندد كولكتنج ايه الكترودز. يبقى في عندي جراوندنج الكترودز كده موجودين هنا، واحد اتنين او ممكن اكتر طبعا. كل واحد من دول انا بحط ايه، بحط بورد عليه، بحط عليه كارنت ديسشارج الكترود، دايركت كارنت ديسشارج الكترودز. الدايركت كارنت دول بحط عليهم فرق فولت عالي جدا، فرق الفولت العالي جدا ده يعمل ايه، يعمل يولد الكتروستاتيك فورس. الكتروستاتيك فورس دي تسحب الايه، الدست بعيدا عن الايه، عن الكوليكتور، فتخلي اي تراب معدي عندك يبدا ايه، يبدا يقع ويبعد عن الايه، عن الكوليكتور. هو الفكرة هنا يعني فكرة العمل بتاعه ان هو زي بيتعمل زي حاجة اسمها الايونيك اير بيوريفاير. انتوا عارفين في عندنا في حاجات يقول لك ايه، تنقية الهواء بالبلازما، تنقية الهواء مش عارف بايه. دي فكرة عمله ان هو ايه، ان هو بيستخدم الالكتروستاتيك فورس، ان هو الهواء وهو معدي اي شوائب فعلا واي حاجات بارتكل صغيرة جدا 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 يبدأ يلتقطها الايه، الالكتروستاتيك دي فورس دي تلتقطها، وبالتالي تمنع عملية الايه، تخلي نظافة الهواء فعلا بيور او عالية شوية. فده ايه، ده فكره الايه، الايونيك او اير بروفايل.
ايونيك اير بروفايل. طبعا دي بتشتغل على زي ما قلنا ايه، حاجات صغيره جدا. طب انت الماتيريال اللي عقلقه بالالكترودز بقى تشيلها ازاي بعد ما بقت لازقه في الالكترودز؟ لازم تشيلها، فتعملها دي يا اما عن طريق فايبريشن خلاص كده، يا اما عن طريق رابينج. دي حاجه من يا ده يا ده، فده تقدر ايه، تقدر عمليه تعمل عليه كليننج بشكل ايه، بشكل بسيط جدا ومنتهى الايه، منتهى السهوله. اخر حاجه عندنا حاجه اسمها الايه في المحاضره ديت، يعني هنتكلم عنها طبعا بعد كده بالتفصيل، اللي هو ايه الداكتنج سيستم بتاع اللي هتسحب بيه الهواء من الايه، من العمليات الصناعيه المختلفه. ففي عندنا من ضمن الحاجات المستخدمه حاجه اسمها الهود. الهود ده اللي هو ده الراجل بتاع الكباب بيبقى حاطط حاجه بالشكل ده، شايفين الحاجات دي، ده اسمه هود. الهود ده ليه تصميم، وفي منه حاجه اسمها سنجل، وفي منه حاجه اسمها دبل، السنجل اكتنج ودبل اكتنج. الدبل اكتنج بيبقى في عندك هنا ستاره موجوده معايا من الهواء، الستاره موجوده معايا من الهواء دي ليه؟ عشان برضو وانا اثناء عمليه الصناعه هنا الهواء اللي هنا ما ينتشرش بره، ما يجيش على المنطقه دي، فبقلل بقدر الامكان ان انا يكون عندي ايه، يكون عندي عمليه تلوث في المكان اللي انا بسحب منه بشفط منه ليه الهواء بتاعي. ففي عندي الكانوبوي هود، وفي عندي الانكلوجر هود، وفي عندي اللوكال هود. ده بيبقى على ايه، على الماشين على طول دايركت، ده حاجه لوكال واقفه على الايه، على الماشين مباشره. المهم انت بتجمع الكلام ده، بتجمعه جوه داكت. ففي بعد كده الداكت ديزاين، المفروض ان حضرتك بقى تبدا تعرف ازاي تعمل داكت ديزاين عن طريق الايه، عن طريق الايه الايكوفالنس ميثود، او الفلوريد بتاع الايه، بتاع الداست او الهواء اللي انت المفروض تعمل له ريموفنج. شكرا لحضراتكم.